كل جسم مننا مختلف عن التاني في تفاعل الأحجار معاه، وده لأن كل بشرة وليها طبيعتها المختلفة عن التانية، وكل حجر له إحساس مختلف لما بتلمسيه. هديل، هو أنا ممكن أسألك سؤال؟ لا. إحنا ليه لابسين جوانتي وإنتي لأ؟ وإيه المشكلة يعني يا دينا؟ بس إنتي عشان أنا يا دينا لازم ألمس الحجر بإيديا عشان أقدر أحسه. إنتي لسه قدامك شوية يا دينا على ما توصلي للي أنا بتكلم فيه ده. طب أقول لك على حاجة؟ إنتي عارفة إن أنا ممكن أعرف الحجر ده نوعه إيه ولونه إيه ومنين كمان من غير ما أشوفه لمجرد إني ألمسه؟ لا. إيه مش مصدقاني؟ لا طبعا. إيه الغباوة دي؟ طب هقول لك على حاجة، مش إنتي جايبة معاكي صندوق فيه أحجار؟ آه. أنا أعرف نوع الأحجار اللي جواه؟ لا طبعا. خلاص هاتيه وأنا هغمض عينيا بشرط إني هعرف كل حجر هتطلعيه في إيدي هو نوعه إيه. طب وبعدين؟ وبعدين لو غلطت في أي اسم السيشن ده فور فري ليكوا أنتوا الاتنين. فاين. ولو إحنا بقى اللي غلطنا؟ هتدفعوا الدبل. لا بتهرجي. بهرج. لا ولا حاجة. أوكي. مش للدرجة دي يا ستي، سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. أوعي تكوني شايفة. هاتي إيدك وريني بقى. ده حجر أبيض من سيوة. ده حجر من سينا أسود. جبتيه منين الحجر ده يا قروبة؟ واخداه من عند جدتي. واضح، خلي بالك منه غالي قوي. طب استني. خلاص استنى. ده حجر من عندي، بلاش غش. لا ده انت فظيعه فظيعه. هاتي. اصل الحكايه هي حب، لو حبينا الحجر هنقدر نحس بيه ونفهمه. مش يلا يا جماعة نشتغل بقى، مش معقول رغي من الصبح. اوكي يلا. لازم تسندي ايدك على الترابيزة علشان ايدك ما تترعش. حاضر. السلام عليكم يا استاذ. وعليكم السلام يا راجل يا طيب. على فكرة حاطة لك الكراتين بره، هتطلع بيه على مخزن الدرديري وتكلمني ضروري من هنا. حاضر. عاملة ايه الحاجة دلوقتي؟ الحمد لله رب العالمين، بس امبارح الضغط عالي عليها قوي، وديناها للدكتور فحولنا على المستشفى، وادي احنا في انتظار الشفاء من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله خير، انا حاب اطلبها اطمن عليها، بس انت خلي بالك منها. حاضر. واخبار زينب والقمر بتاعتنا ايه؟ قديم طلعها عيني يا استاذه. يا راجل يا طيب، حد يبقى عنده بنت زي القمر زيها ويشتكي منها كده؟ قمر اللي ما يعرفش يا استاذه يقول ايه؟ عدس. ايوه عدس. عدس. عموما خلي بالك منها، دي زي القمر. قمر ايه يا استاذه؟ اهو دلعك فيها دوت، هو اللي مضيعني، هو اللي بيخليها تتبغدد عليا. خلاص هبقى اشد لك ودانها على خفيف لما اشوفها. متشكر يا استاذه، ربنا يخليكي لينا. يلا بقى نروح نشوف شغلنا ونجيب الظرف والفلوس والنبي يا عم محمد. حاضر. ما بنوزعش على الناس بضاعه ببلاش يا عم محمد. حاضر يا ست الكل، انا اول ما اوصل هناك هتصل بحضرتك على طول. ماشي. اول ما توصل تكلمني. حاضر. وظرف الفلوس. حاضر. يلا مع السلامة. ربنا يخليكي لينا. ولينا. سلام عليكم. الله يبارك فيك يا رب. الراجل ده يعرفني من وانا عندي سنتين. كان بيشتغل عند ابويا الله يرحمه. ومن ساعتها هو معايا على طول. عنده بنت فنانة تشكيلية هايلة. هي اللي بتعمل لي التصميمات دي. حلوة. اسف. ازيك يا بيبي؟ انت فين؟ في الشغل. وانت؟ بص انا خلصت شغل في الورشه وهطلع اقعد مع محسن شويه في المكتب، وبعد كده هبقى اروح البيت. لما تخلصي انت بقى كلميني. اوكي اوكي يا حبيبي. باي باي.
عايز ماما. لو قمت من على الكرسي يا مروان هتقعد 5 دقايق زيادة. أنا عايز مامي، أنا عايز مامي. مفيش مامي، اقعد على الكرسي ولما تقضي 5 دقايق وتبطل زن ممكن تيجي لمامي وممكن نتكلم. ولد كده ممكن يتعب؟ لا ما تقلقيش، مروان طفل عنيد وانت وبابا السبب، لان انتوا عودتوا له اي حاجه في الدنيا ممكن ياخدها عن طريق الزن. وانا بصدع من العيوط. هو ذنبه ايه بس ان انت بتصدعي؟ بصي يا ريم، انا حاليا بغرس في دماغه فكره ان الزن عمره ما هيجيب نتيجه، بل بالعكس هيزود العقاب. اوكي يا ساره. انا عايزه افهمك حاجه، مخ اي طفل عباره عن هارد ديسك صغير، كل التصرفات وكلام اهله بيتخزن جوه وبيتصرف من خلاله. انا اللي بعمله دلوقتي ان انا بحاول اشيل كل المعلومات اللي في دماغه دي واغرز مكانها معلومات جديده، وده هياخد وقت فما تقلقيش. سوري يا ساره، ما تضايقيش ان انا بسالك كتير. لا خالص ولا يهمك. هو فعلا ولد سكت فتره قليله قوي بس لما جابت نتيجه هايله. ما تشكرينيش ولسه هتشوفي النتيجه احسن. المهم انت وبابا تعملوا كل اللي قلت لكم عليه. اكيد. يلا يا مروان تعالى. برافو شاطر يا مروان. بكره حتى ولد. تعالى انا هودي. لا لا خليه هو عارف. اوكي اتفضلي اشربي القهوه. ميرسي يا ساره. احنا كده خلاص خلصنا النهارده، نقدر نقعد براحتنا. لو عوزتي اي حاجه يا ريهام كلميني. ميرسي يا ساره شكرا. هابي بيرثدي. ايه ده حبيبتي؟ ايه ده انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ماما انا وبابا جبنا لك حاجه صغننه. امال هو فين؟ آه جاي. حبيبي ميرسي يا مروان، هات بوسه. انت متفق مع مامتي؟ تعالى هات بوسه. ميرسي. هيجي امتى بابا؟ ايه ده ميرسي يا ريهام. بابا بقى طنشك ومش جاي. لا طبعا ما يعملهاش. انا عارفه يا حبيبتي هو بيموت فيكي، بس هو غصب عنه واحد صاحبه عمل حادثه وهو معاه في المستشفى. يا حرام. الله يا ماما حلوه قوي. مبروك عليك يا حبيبتي. الله يبارك فيكي بجد، انا اتاثرت جدا. يا حبيبتي مبروك عليك، عجبتك قوي بجد تحفه. مش هتعرفي ذوقي. ذوقك انت بس. لسه هديه بابا جايه صح؟ لا هي هديه واحده. لا مفيش هديه خالص. ميرسي يا ماما بجد ميرسي قوي. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو سو حبيبتي، هابي بيرثدي تو يو. الله حلو. ايه رايك يا ماما؟ هايل يجنن. حلو قوي. ها هو حلو. حلو. بس ممكن تفرجنا حاجه تانية؟ تحت امرك يا فندم. ايه راي سعادتك في ده؟ بس ده ما فيهوش فص. يا هانم يعجبها الخاتم الاول وبعد كده نركب له اي فص. على فكره يا عماد، مسيو ريمون الجوهرج الخاص بتاع العيله بتاعتنا من 15 سنه. 17 سنه يا هانم. لو سمحت ده عامل كام؟ ده عامل 12000 جنيه. من غير فص وب 12000 جنيه؟ 12000 جنيه مش خساره في جان. وبعدين كنوز الدنيا كلها ما تغلاش عليها. اه طبعا. طيب انا ممكن تفرجني حاجه تانية؟ تحت امر سعادتك يا فندم. انا كنت عايز حاجه. انا عايزه حاجه ايراد مقفول على بعضه. فيه؟ موجود يا فندم. سلت. الله ده حلو قوي تحفه. ايه رايك؟ هايل تحفه. حلو. عامل كام ده؟ 48000 جنيه. مش كتير. انا عايزها سيل. هو معاه الجرانتي بتاعه؟ طبعا يا هانم معاه الجرانتي بتاعه. تحت امرك يا هانم. تحفه يا مامي. اه حلوه قوي قوي. بعدين الشبكه هديه العريس للعروسه، والشبكه قاعده لكم في بيتكم ولا ايه؟ هيبقى هايل عليك. تحفه صح. ميرسي يا مامي. ميرسي. حلو قوي.
بحب اعمل اسبريسو تحديدا بنفسي. اتفضل. ميرسي. انتي بتجيبي البينز بقى من فين؟ فرنسا. هجيب لك منها لازم، بس جربها الاول. اكيد طبعا. بتحبي فرنسا بقى يا هبه؟ اه بحبها قوي، ده غير ان كل شغلي هناك. انت اكيد بتحب فرنسا. انا بابا كان قنصل هناك، عشت معاه 5 سنين ورحت وانا عندي 12 سنه تقريبا. بس اقول لك على حاجه، انا بحب مصر اكتر من اي بلد في الدنيا. وانا برضو، بس بحب السفر قوي. على فكره الاسبريسو ده عظيم. ميرسي. الميل وصل البنك والتحويل وصل يا فندم. ماشي اوكي. اوكي انا كده هشوف الفيدباك ايه واقول لك. ماشي اوكي. ميرسي على الاسبريسو العظيم ده، ويا ريت تسمحي لي ان انا اعزمك مره على الاسبريسو. اوكي اوكي اكيد. اوكي ماشي. لا خليكي خلاص، والله انا عارف المكان. اوكي اوكي باي. ماشي باي. الو. انت فين يا هيب؟ انا في الشركه يا بابا. مكتب. ربنا يخليهولك يا اختي وياخدك منا كمان وكمان. اسمعي، اتصلي دلوقتي بامك. اتصلي بيها على المحمول، عايزاكي عايزاكي دلوقتي حالا. يلا. ليه يا حاج؟ يا مش عارفه تتصل بالموبايل؟ موبايل. موبايل يا بنت، ما انت عارفه يا اختي ده ما بتعرفش حاجه. ماشي يا حاج. لا ايه ده، الواد عوض، الواد عوض السواق يخرب بيتك يا عوض. الواد راح بالعربيه فين يا ده الموضوع؟ عيال ويسخف ويسخف. يا عوض يا عوض يا بابا. الله هيعطلني الواد ابن الكلب. الحقيقه انا مش مستني سي في ليكي، انا عارفك كويس قوي. بس انت سبتيهم ليه؟ لا مش انا سبتهم، هما اللي مشوني. يا سلام، بروديوسر برنامج يومي وناجح ويمشوكي كده بالسهوله دي؟ شريف انت بتتكلم كانك مش عارف حاجه. انت عارف كويس جدا ان سياسه القناه اتغيرت والاونر اتغير، وطبعا جاب توجيهات جديده انا اختلفت معاهم فيها فاتخانقت فمشوني. والله البلد كلها بقت حالها كده. بقول لك ايه، ايه للاسف انا ما عنديش ولا برنامج سياسي فاضي ملوش بروديوسر، بس عندي برنامج واحد بس اجتماعي اسمه قعده ستات. ما اظنش ان هو هيناسبك، لان اللي بيشتغل سياسه ديلي ما بيعرفش يشتغل النوع ده من البرامج. طيب ما انا ما بقولش ان انا عايز اعمل برنامج سياسه بحت، يعني احنا ممكن تكون في فقره سياسيه، يعني ممكن نعمل سيجمنت جوه البرنامج. يعني فكره، بس مين اللي هيقدمها؟ اكيد راجل طبعا. ايوه مين يعني اللي موجود على الساحه دلوقتي ينفع يقدم حاجه زي كده؟ استني استني استني، كل الناس قالوا لي اتفرج على قعده الحلقه دي. لا هو انت واضح انك مش هتتلم الا لو قمت ضربتك بالجزمه. اتلم ايه يا استاذي انت يا حبي؟ ممكن نهدى شويه نهدى شويه. حبي ايه الراجل المنسوين ده؟ ايه حبي اللي انت بتقولها دي؟ انت بتقول ايه دي؟ اخلاق سفره دي؟ اخلاق سفره؟ انا دلوقتي مش سفير، انا سافر مع عمالك. فعلا زي ما بتقول. زي ما بقول سافر يا حبي سفر. حبي تاني؟ انا حاسس ان انا مش لو سمحت لو سمحت انا هوريك يا حضره الفاتن لو سمحت. هات بس هديك عشان ملهاش ذنب. توريني توريني ايه؟ انا هوريك بقول ايه. الراجل ده فظيع جدا. انت مش عارف انا مين. انت بتسيني ده مجنون، بس تخيل الناس بتحبه رغم انه بيطلع قليل جدا. طب ايه رايك ان هو اللي يقدم البرنامج؟ انسي. انتوا مش عايزينه؟ احنا عرضنا عليه قبل كده بس هو رفض. ده بيجي ضيف بالعافيه. ايوه بس دي تبقى خبطه جامده جدا. طب ما تديني فرصة ان انا احاول اقابله واقنعه. طب بصي يا ايه، انا هعمل معاكي ديل. لو قدرتي تجيبي الراجل ده وتشغليه معانا في البرنامج ده يبقى البرنامج ده ملكك وبتاعك. ايه رايك؟ تمام. لا مش تمام. ليه؟ لانك مش هتعرفي تجيبيه. الراجل ده ما بيرضاش يجي وما بيرضاش يشتغل مع حد، واحنا عرضنا عليه قبل كده كذا مره ورفض. وكان برنامج سياسي اسبوعي، فما بالك بقى لو جاي برنامج اجتماعي نسائي يومي؟ مستحيل. شريف هقول لك كلمه واحده بس، انتوا حاجه وانا حاجه. ماشي قدامك اسبوع. لا اسبوع ايه؟ انت بتقول لي صعب. مفيش غير اسبوع عشان عايز اطلع هوا بسرعه. يا جدعان حته الحشيش دي هتعمل احلى شغل. على فكره احنا مفيش مره جبنا فيها حشيش وما قلتش كده. استنى بس استنى استنى بس ما نفهم احلى شغل ازاي يعني؟ احلى شغل هتشغل ترس العاطفيه والرومانسيه، هتخليك كده تفتكر ايام الشقاوه تطير. يا عم اتنيل،
شوف انا بقالي كام سنه بشرب حشيش، عمري ما شربت الحشيش عشان المواضيع دي. امال انت بتشرب ليه يا معلم؟ فضي دماغي انبسط ارفرف فطير. انتوا عارفين يا جماعه انا خايف، انا خايف يجي يوم كده بص الاقيكم فجاه بطلتوا حشيش. يا ابني السيره دي ممكن تبقى كارثه والمصحف. يا راجل حرام عليك، كارثه ايه ده؟ بدل ما تدعي لنا بكده، ده انا نفسي ابطل يا اخي. وتبطل ليه يا ابني؟ الله، هو احنا مش مدمنين اساسا، احنا بننبسط تفاريح. انا بحبه يا جدعان، بعشقه، ده تحفه جميل يا اخي. الواحد اوقات هو بيصلي بيبقى مش مركز كده ومش فايق. يا ابني مالي الحشيش ومال الصلاه واحنا بنشرب خمره؟ كل ما يذهب العقل يا عم. ايه ده، هو انت لما بتشرب حشيش عقلك بيذهب؟ انا بصراحه عقلي بيجي. مش هتيجي. مش هروح. مش هتيجي. لعلمك بقى الحشيش بيخليني مركز اكتر. صدقني انت بتبقى مسطول بس مش حاسس. مش مسطول يا عم. لا مسطول. مش مسطول. صدقني يا عم مسطول. خلاص يا جماعة. بقول لك مش مسطول. طب على اني عم مسطول بس انت مش واخد بالك. خلاص يا عم، هو مش مسطول ولا انا مسطول يا عم طارق. طارق مين يا عم؟ انت مش قلت يا ابني انك فوزي؟ يا عم على اني عم فوزي. يا عم فوزي طارق. هو اسمه فوزي وبيدلعوا له يقولوا له طارق، يعني ممكن تقول له ايه يا تاوزي على طول. او ممكن تقول له طارق بالتلاتة. يا لهوي. الفقرية. بقول لك ايه صحيح يا سيف، انت عامل ايه مع مراتك؟ هو ده الفصلان بعينه. ليه يا ابني كده؟ ما السيره دي انتوا متخانقين ولا ايه؟ احنا متخانقين ولا حاجه، سو زي ما تقول كده زهق. كلنا هذا الرجل، بس المفروض يعني يبقى يعني في كده بينكم اي مواضيع اشتباك؟ مش انتوا متجوزين ولا ايه؟ مفيش علاقه يعني يا عم. هي المواضيع جايه من دي اصلا، كل حاجه زي ما هي، كل مره زي ما احنا مع بعض زي ما هي، مفيش تغيير. خلاص بدل ما فيش تغيير يبقى اسحب شكري وانزل بابو تريك. يا عم جوزي ده تهريج. ها تهريج؟ لا لا خلاص يا جدعان، احنا مش هنهرج. خلاص خلاص يا سيف مش هنهرج، احنا هنهزر. الله، الواحد رجع يجي 15 سنة رجع يتفرج على افلام سكس تاني. مراتي بتقعد تراقب دي، ساعات تقفش وساعات ما تقفش. فكرتني مهم ايام السنوات والله العظيم. اصل انا كده برضه بس ما تقفش كل مره. والله لا، بتتفرج على سكس؟ هنعمل ايه، بننفس. يا نهار ابيض، انت بتتفرج على سكس؟ انا احيانا من بعيد كده. طب انا كده هقفش عليكم انتوا الاثنين يا رجاله، يعني انت بتتفرج على سكس وانت بتتفرج على، قولوا لي قولوا لي، ده انا جايب لسه حاجه قشطه نيوزيلاند دي. طب زبده. قولنا يا عم هتعمل ايه؟ فاصل ونعود ونشوف الزبده بقى. طب لف لف الف لف. حاضر اهو. الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه. من ده عرفت ان الموضوع النهارده عن النكد او الزوجه النكديه. فواحد بيسالني بيقول لي ايه الموضوع بتاع النهارده؟ قلت له الزوجه النكديه. قال لي ايه؟ هو في زوجه مش نكديه؟ وبعدين قال لي طب ايه رايك صح في زوجه مش نكديه؟ عملتوا ايه؟ اختارت بس ما اشتريتش. على فكره خطوبه بنتك بعد اسبوع. ما هو ادى لسه ياخد بوزت، بس البي ما كانش معاه فلوس. ليه يعني؟ هي بكام؟ ب 62,000 جنيه. طب وجاب المبلغ ده ان شاء الله منين؟ انا ماليش دعوه هو يجيب المبلغ منين، انا ليا بنتي لما تحب حاجه تجي لها. طب وهي فين؟ وصلوني وراحت تقعد معاه شويه. عشان يتخانقوا مع بعض وتعمل زي اخوها. امجد هو اتخانق مع مراته تاني؟ ايوه، وهو متنيل جوه. ليه؟ في ايه؟ قولي. عندك جوه اساليه. يا امجد امجد. ازيك يا ماما؟ ايه اللي حصل؟ فين مراتك وابنك؟ غورتها عند امها. ليه؟ العادي بتاعها، قلت ادبها وشتمتني. والسبب؟ ماما كبري دماغك يا حبيبي. قولي في ايه؟ انت السبب يا ماما، عشان كلمتيها وما سالتيش على مامتها، ولا كلمت مامتها اطمنتي عليها.
طب ما احنا من اخر مشكله متفقين ان احنا هنقتصر عن بعض. انت بتقولي الكلام ده ليه؟ ما تقولي لها هي قفلت من هنا وامك عملت، امك سوت، وامي وامك كترت في الكلام وشتمتكم. شتمتنا؟ كلم ابونا يكلم ابوها. بابا بعد اذنك، مفيش ابونا المره دي. بيقعد وما بيعملش اي حاجه، بترجع زي الاول، مفيش فايده. يا ابني اختك خطوبتها كمان اسبوع، مش عايزين فضايح وراس السنه، انتوا ليه مصممين تنكدوا على ادم؟ هو عشان الفضايح يطلع عين امي؟ انما يطلع عين ابونا احنا عشان ما جايبك المنيله. هطلقها. هتطلقها؟ انت عبيط يالا، احنا في عندنا طلاق. خلاص يا بابا انا اسف، هننفصل. حلوه كده؟ هننفصل، وبعد يومين تيجي زي العيل وتقول لي عايز اشوف ابني، احسن جراله، احسن حصل له، قرفتوني بقى. حاجه تقرف. ممكن افهم في ايه؟ كل ده علشان الشبكه؟ ده انت جان من فضلك. احنا مش متفقين يا عماد. انا قايلك تفهمي مامتك قبل ما نروح ان احنا هنجيب حاجه في حدود 30,000 من 60. منين يا جان؟ مش فاهمه ماما ايه علاقتها بالموضوع ده. انا اللي اخترت والخاتم عجبني. منين ما انت عارفه؟ انت مش معاك بقيه فلوس القرض؟ ايوه، بس ده عشان اوضب بيه الشقه والفرح مش الشبكه. افهم يا عماد، انا عايزه اثبت لماما وبابا ان انت بجد بتحبني وعايزني وشاريني، وانا الطريقه دي هي اللي تناسبني. اولا انا مش هقعد اثبت لهم طول الوقت ان انا عايزك وبحبك وشريكي. ثانيا المهم انت عايزه ايه؟ انا عايزه كده، وعموما انا مش عايزه حاجه. جاني. نعم. ادي انا هعمل لك اللي انت عايزاه. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه انزل. ممكن؟ مش هسيبك. هتعملي ايه بالليل؟ مالكش دعوه. هكلمك لما تبقى تكلم مامتك الاول وتاخد منها الاذن تجيب الشبكه ولا لا. او بقولي ايه علاقه امي بالموضوع؟ محدش بيدفع لي حاجه يا جان. انت فاهم قصدي كويس. ابعد بقى. ايوه ماما. هي جنبك؟ انا لوحدي يا ابني. هو انت قليل سايبها هي وامها يتنططوا عليك كده؟ مش هينفع. ولو هي صيدلانيه انت محاسب قد الدنيا. وبعدين هو انت تعبت عليهم في حاجه؟ ماما خلاص ارجوكي. انا مش عايزاك طرطور. ماما بعد اذنك مش ناقص قرف. انا بس اللي بتشخد فيا. خلاص اشبع بيها. هناء بنتي. يا هناء. ايوه يا حاج. حضري الطبليه للحاج. طلعي صينيه المكرونه من الفرن وحضري الاكل، زمان الحاج جاي. حاضر يا حاج. صباح الفل يا ست الكل. صباح الفل يا حبيبتي، جيتي في وقتك. خدي اشيل السكر. يا ماما بتاكلي بس وتو عايزاني اسلك السكر. انت كمان هتنقي في اللقمه اللي انا باكلها يا بت. ما قلنا بلاش بنتي دي. ما انت عايزه تعلمينا نتكلم ازاي ونقول ايه يا مضروبه؟ يا حبيبتي انا اقدر. دي ما كانتش حتى جامعه امريكيه دخلناها لك. ما تقوليش كده، انا بنتك. يا الله. الحاج جه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. يا بنتي موقفه ليه عربيتك في وسط الشارع؟ وسط الشارع يا بابا. ما هو لو اتخبطت انا اللي بصلح. انت يا اختي بتفعي حاجه؟ ربنا يخليك ليا يا حاج. ربنا يخليك ليا يا حاج. هو فين الاكل؟ الاكل يا وليا. ها تعالي يا اختي تعالي. صلاه النبي. عندنا ترابيزه سفره، انا مش فاهمه الطب ليه ليه؟ هو الحاج متعود على كده، احنا كمان هنقل مزاجه في الاكل. وبعدين انا شفت في برنامج معرفش اسمه ايه ان الاكل على الطبليه حلو للمعده، بيعمل ريسيكليشن كده. ريلاكسيشن يا وليه، ريلاكسيشن. الباقي ده قال وترابيزه هي الطبليه. يلا بقى تعالي تعالي يا اختي تعالي. افتحي نفسي يا بنت واقعدي تاكلي. بابا معلش نفسي يا بنت. بقول لك اقعدي. الله ما تقولي لها يا وليه. اقعدي يا اختي اقعدي. اللهم صل، اللهم ديمها نعمه، اللهم ديمها نعمه. خدي بقى دي، افتحي بقك، افتح بقك. هي دي
افتح بقك يا بنت، بقول لك افتحي بقك مش عينك. يلا 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 الله. عامل ايه في الشغل؟ عبدك ابراهيم كويس كويس يا بنت. تقول احمدي ربنا، احمدي ربنا، قول الحمد لله حد لاقي شغل دلوقتي. قولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا وليه ما تشغلنا حاجه يا وليه بدل اللي بينطلوا تركي دول؟ ده مسلسل تركي وده جلب بالسوري، ده حريم السلطان. حريم السلطان يا حريم السلطان يا حريم. شوفيني يا وليه، فيلم عربي ابيض واسود، فيلم قديم من بتوعنا اللي على القناه الكاسكيكيكي ديت. يلا بدل حرم السلطان دول وغطانه. يلا يا ولية. حاضر يا حاج. حاضر يا حاج. يحضر لك الخير يا اختي. هو ده هو ده هو ده. يلا بقى تعالي اقعدي، تعالي اقعدي بقى، افتحي نفسي. ما انا ليا نفسي نفس ودفس. يلا يا جميل يلا بسم الله. افتح بقك، يقعد هنا يفتح بقك. يلا افتح بقك انت يا جميل، يا بنت افتح بقك مش مناخيرك. ايوه. يا ولية زلاطي زلاطي عشان تكبرها يا اختي وتلزلطي. يا جميل يا حلو انت. هيحك البنت جوه. بنت مين؟ افتح بقك افتح بقك. انا بحبك. كيف هيصفر؟ البنت دخلت جوه خلاص. واحدة تانية، النبي واحدة تانية. كده هتغمغم يا جميل. ما تبوظيش بقى. يلا اطفحي اطفحي. ازيك؟ ازيك انت؟ ايه المزيكا الحلوه دي؟ انت فين؟ انا مع داد بنتغدى بره. ايه الصدفه دي؟ انا مع بابا وماما بنتغدى في الفيرمنت. انت فين بقى؟ احنا في مرض ستيك هاوس اكيد. طبعا طبعا اكيد. بقول لك انا بعتلك ميل فيه فيدباك لطيف قوي، الناس كلها بتشكرني اني دخلت البراند ده في الفروع عندي، فقلت اقول لك. يا زلاطي زلاطي عشان تكبر. إيه في حاجه ولا ايه؟ لا ولا حاجه. هفتح شوف الايميل. ميرسي يا دولا. لا العفو على ايه، ميرسي ليك انت. بقول لك انت هتعملي ايه بالليل؟ بالليل؟ هابي نيو يير، النهارده راس السنه. طبعا طبعا، معزومه على هاوس بارتي عند واحد صاحب بابايا في المعادي. تعالي نسهر مع بعض. لا مش هينفع. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. باي. هنتقابل بعد عدد معين من السنين.
في الروف بتاع ساره. انت ما كلمتنيش ليه قبل ما تيجي؟ انت وصلت للمرحله القذره دي؟ مرحله ايه يا هدين؟ انت اتجننتي؟ اتجننت يا مراهق يا قذر؟ في ايه يا هدين؟ ما تلم لساني، وانت كنت دخلتي قفشاني مع واحده. اوعى تكون فاكر ان انا مش حاسه انك مش عايزني، واذا كنت ما بتخنيش يا استاذ لان ما جاتلكش الفرصه. انت كل يوم بتنزل من نظري. يوه انا زهقت من صوانه النكد اللي شغاله عماله على بطال دي. يا شيخه بطالي نكد بقى، هتجيب لنا الفقر. انا برضو اللي هجيب الفقر، ولا اعمالك الوسخه دي قرف زباله. يا غوري بقى، غلط. أعمل إيه؟ مين يجيب الرقم؟ ممكن أسأله، مش هخسر حاجة. ايوه علاء، ازيك؟ صباح الفل يا ايه، فينك يا بنتي؟ موجوده علاء بس مشغوله شويه. بقول لك انا كنت عايزه منك خدمه. اؤمري يا استاذ، انا نفسي اساعدك في اي حاجه. ربنا يخليك يا حبيبي. بقول لك، تعرف تجيب لي نمره حمزه البسوني؟ اصل انا جبت له بتاع 5 6 ارقام، مش عارفه اوصل له اللي مقفول واللي غلط. انت بتضحك على ايه يا ابني؟ لان حمزه البسوني معوش موبايل، عنده رقم بيت بس، بيرد عليه بالعافية. ده بيبقى يوم اسود لما بيكون ضيف عندي في البرنامج. ماشي، هو يوم اسود فعلا. طب انا عايزة رقم بيته. من عناية، دقيقتين وهبعتهولك على الموبايل. او عايزة منك خدمة تانية. عايزة تعرفي عنه ايه؟ برافو عليك، انت فاهم. عايزة اعرف كل حاجة. عايزة اعرف هشوفه ازاي، ولا اقدر اقابله ازاي، عشان عايزة اتكلم معاه. انا منصحكيش بكده، لانه رخم قوي في معاملته، بس على العموم اديني بس لغايه بالليل وهجيب لك معلومه. ميرسي علي، ربنا يخليك ليا بجد. انت تؤمري. وكل سنه وانت طيب يا سيدي. سنه سعيده عليك يا رب، والسنه الجايه تكوني ماسكه اكبر برنامج في النايل سات كول. من بقك لباب السماء يا علي. يلا حبيبي، ما تنساش بس صحيح اللي طلبته منك. هكلمك بالليل يا استاذه. اوكي يلا، باي باي. باي.